بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السنن التي تفعل في السجود. أول سنة وهي مجافات عضدية عن جنبي، ثاني سنة وبطنة عن فخذي، ثالث سنة وفخذي عن ساقي، رابع سنة التفريق بين ركبته في السجود، خامس سنة إقامة قدمي وجعل بطون أصابعهما على الأرض، سابع سنة هي القدمان تكونان مرصوصتان أثناء الجلوس، ثامن سنة وضع يديه حذو منكبيه أو الأذنين، تسعة مبسوطة اليدين، عشرة مضمومة الأصابع، 11 مستقبل بها القبلة، 12 الجلوس بين السجدتين وله هيئتين. أول هيئة تسمى الإقعاء، وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين. ثاني حالة وهي الافتراش، وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، وفي التشهد الأول بأن يثني رجله اليسرى ويقعد إليها وينصب اليمنى. والتشهد الثاني وله ثلاث هيئات، أن ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس ساق اليمنى وفخذها، ووضع اليدين على الفخذين، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، مبسوطتين الأصابع مضمومتين. السنة الرابع عشر الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره. السنة الخمسطعش الالتفات عن اليمين والشمال عند التسليمتين. السنة السادس عشر جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة لا ذكر فيها، ومكانها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة. وهناك 25 سنة فعلية تتكرر في كل ركعة، فيكون المجموع في صلاة الفريضة 425 سنة، والمجموع في الصلاة النافلة هي 25 ركعة على حسب ما بيناه في النوافل التي تؤدي في اليوم والليلة، وهي 625 سنة. يطبقها المسلم إذا حافظ على هذه السنن الفعلية في كل ركعة، قد يزيد المسلم في عدد الركعات في الصلاة الضحى وقيام الليل فيزداد تطبيق لهذه السنة. هناك من السنن الفعلية ما لا يتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة أو مرتين، مثل رفع يدين مع تكبيرة الإحرام، ورفع يدين للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان، الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره سواء كان في التشهد الأول أو الثاني، أربعة الالتفات عند التسليمتين، الالتفات لليمين والشمال في التسليمتين، خمسة الجلسة الاستراحة وتتكرر مرتين في الصلاة الرباعية وباقي الصلوات مرة واحدة سواء الفريضة أو النافلة، ستة التورك، وهو أن ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس مقعدته على الأرض، هذا تفعل في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان. هذه السنن تتكرر في الصلاة مرة واحدة إلا الإشارات بالسبابة عند التشهد، فإنها تتكرر مرتين في كل فريضة ما عدا الفجر، وجلسة الاستراحة في الصلاة الرباعية كذلك تتكرر مرتين، فيكون المجموع 34 سنة. تتكرر هذه السنن الفعلية إلا اثنتين منها، وهي الثانية والأخيرة في كل صلاة من صلاة النافلة، فيكون المجموع 84 سنة، والله أعلم.